بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم. معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده أكلمك عن شركات الانفرترز المعتمدة من شركة الكهرباء السعودية. يعني أنا هبدأ أتكلم معاك عن الليست أوف بري كواليفايد مانيفاكتشرر والسبلاير. خلينا نبدأ نسأل يا شباب. دلوقتي أنا هبدأ أركب محطة طاقة شمسية في بيتي، كل الناس لازم في الفترة اللي جاية تبدأ تعرف يعني ايه طاقة شمسية، لان ده موضوع غالبا معظم الناس هتلجأ الى تركيب محطات طاقة شمسية، تمام، عشان تواكب النيو تكنولوجي في عمليات الطاقة، تمام، المتجددة. فانا هبدأ ان شاء الله واحدة واحدة اعرفك. لو انت هتركب محطة طاقة شمسية في بيتك، لازم اول حاجة تعرفها ايه هي الانفرترز المعتمدة من شركة الكهرباء في البلد اللي انت موجود فيها. فاحنا هنتكلم في الفيديو ده عن الشركات او السبلايرز او المانيفاكتشررز اللي تم اعتمادهم من شركة الكهرباء السعودية، وبناء عليه هيركب عند حضرتك في البيت واحد من الانفرترز المعتمدة دي. طيب ايه هي الشركات اللي تم اعتمادها من شركة الكهرباء السعودية؟ خلينا نبدأ نشوف. أول حاجة أنا أقدر أدخل على جوجل عادي خالص، تمام، وأكتب في السيرش الـ List of Pre Qualified Manufacturer، تمام، من شركة الكهرباء السعودية. طيب الموضوع ده هنبدأ نعمله إزاي؟ هندخل على جهاز الكمبيوتر، ندخل على جوجل، نعمل سيرش، هندخل على الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية، ونبدأ ننزل الليستة الخاصة بالشركات او المصنعين المعتمدين من شركة الكهرباء السعودية في الجزء الخاص بينا اللي هو السولار انفرتر. طيب خلينا نبدأ نشوف هنعمل القصة دي ازاي على الكمبيوتر واحدة واحدة، ونعرف ايه هي الشركات ونبدأ نتكلم عنها بالتفصيل. طيب يا شباب، دخلنا على الكمبيوتر، هنفتح جوجل، هنكتب List of Pre-Qualified List of pre-qualified manufacturer، تمام، هنلاقي هنا ده موقع شركة الكهرباء السعودية، هيدخلني على list of pre-qualified manufacturer. هتلاقي هنا كل ال pre-qualified في كل السكشنز، كل الناس اللي شغالة او كل السكشنز اللي شغالة مع شركة الكهرباء السعودية. unified list of approved relays for SIG distribution network. هتلاقي رقم 2 list of pre-qualified suppliers، اخر تحديث كان في اغسطس 2020. الملف ده، تمام، هو اللي هنبدا نشتغل عليه، هنعمل له داونلود. اول ما عملت داونلود هنفتح الداونلودز عندك من على الجهاز، هتفتح معاك البي دي اف الخاص بشركه الكهرباء السعوديه. هتلاقي هنا مكتوب لك list of pre-qualified manufacturer والسبلاير for the distribution network materials till August، تمام، 2020. طبعا انا هنا بشوف كل الماتيريالز، الجزء بتاعي اللي انا محتاجه الخاص بالسولار انفرتر. لو انت ملاحظ هنا ده بي دي اف عباره عن 40 ورقه، هننزل تحت لحد ما نروح للسولار انفرتر تقريبا في صفحه 38. ادي الايتم رقم 37، صفحة 38 في البي دي اف، صفحة 38. هتلاقي يا شباب هنا كاتب لك ادي السولار انفرتر، السولار انفرتر. خلينا نبدأ نشوف الشركات ونشوف التصنيف ماشي ازاي. طبعا هو كاتب سولار انفرتر، هنا كاتب السبيسيفيكيشن نمبر والليتست فيرجن، تمام، الخاص بشركة الكهرباء. هنا كاتب لي المانيفاكتشرر، النيم اللي هو اسم المصنع، والكانتري اللي هو البلد اللي اتصنع فيها الانفرتر ده، وبعض الملاحظات، والايجنت او الريبريزنتيتيف نيم او الاسم اللي هو بيمثل الشركه هنا في السعوديه. فانا اول حاجه عندي رحت على هواوي او هواي، تمام، اول شركه من الشركات شركه هواوي، تمام. هو مديني ريت من الانفرترز اللي هي بتشتغل عليها في هواوي، هنبدا نتكلم عنها بالتفصيل. يبقى انا هشتغل على شركة هواوي، يبقى انا لو ركبت في البيت عندي هلاقي شركة هواوي، او هركب من فرونياس، تمام، الشركة فرونياس النمساوي،
او ان انا هركب من شركه تمام شنت، ودي شركه صينيه، شركه كبيره جدا تمام، من احد السكشنز الخاصه بالشركه اللي هو السولر انفرتر. بعد كده في عندي الانفرتر تي بي اي تمام، ده برضو صيني. في عندي الانفرتر اللي هو اي بي بي الايطالي، طبعا تم اعتماد الانفرتر الاس ام اي الالماني، وفي عندي الانفرتر الريفيو تمام الالماني. يبقى انا لو سالتك ايه هي الشركات اللي انت ممكن تشوفها في البيت عندك، او المصنعين لشركات الانفرتر اللي انت ممكن تشوفهم عندك في حاله الشبكات او المحطات اللي هتبقى متصله بشركه الكهرباء، هتلاقي عندك شركه هواوي، شركه فرونياس، وشنت، وفي عندي تي بي اي واي بي بي طبعا، واس ام اي وريفيو. دي الشركات المعتمده من شركه الكهرباء السعوديه في السولار انفرتر. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن ايه هي الانفرترز المعتمده من شركه الكهرباء السعوديه، وهنبدا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نتكلم عن كل شركه، ونتكلم عن الانفرترز المعتمده، وناخد الداتا شيت الخاصه بكل انفرتر ونشوف شكله ازاي وبيتعامل معاه ازاي وبيتبرمج ازاي في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.